بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. In the name of Allah, the most gracious, most merciful. In Namen des Allah, aller Barmherzigen, aller Herzig, was ich für auch zu sprechen, ja natürlich um die Sprache. I will speak about languages. خلال كما نقول خلال مطالعتي ومقارنتي تقريبا لعدة لغات توجد هناك بعض الميزات تشترك فيها اللغات عموما، وهذه الميزات تتميز بها اللغات من ناحية ماذا؟ من ناحية الكلام، لأن معلوم أن اللغات تختلف في الكتابة. أوكي، مثلا اللغة الصينية بهذا الشكل، اللغة العبرية بشكل آخر، اللغة الروسية أيضا بشكل سكريبت، اللغة اليونانية بشكل إلينيكا غلوسا وما إلى ذلك. وش هو المغزى من هذا الكلام؟ المغزى هو أن هذه اللغات تشترك في واحد الصوت، واحد واحد الصوت دلالي، حركة واحدة اللي هي ال كيف تاع الفرنسية هذا هذا الصوت موجود في كل اللغات، وعلى بالك هو اللي يخلي صعوبة اللغة تكون. أنا كان بودي نتحدث على هذا الأمر، لكن ما يعطيش أسرار اللغة. أسرار اللغة إحنا ماشي غير من جن دون سر من أسرارها، لأن الناس لازم تجتهد، لازم تعمل، لازم يكون في إبداع. هنا كثير من الناس اللي يقول لك هو اللغات، هضر غير على اللغه الانجليزيه والفرنسيه، ما تهضرش على اللغات الاخرى، لان اللغات الاخرى انت لا تدريها، انت لا تعرفها. تعرف اللغه اليونانيه، الروسيه، العبريه، اوكرانيه، السويديه، سفنسكا بورت، يعني اتبيت ديت سبوك. فلذلك شوف، مثلا نعطيك مثال، نقولوا هول باللغه مثلا الهولنديه، هول جميع، هول فيلك سبرو تال لا ان فرونسي رابتور مثلا. فور اكزامبل ici، شوف هذا الفونيم عنده دلاله. احنا في الوصف الكتاب، في الوصف الفونولوجي like phonological analysis and so forth and script that would basically facilitates that task to pronounce well, to be clear. يخطئ فيه، لاحظت في اللغة الفرنسية أيضا في الرسم يرسموك نيكس نطق يوهر برو تار شيء وار شيء ناتورليش اكفير اوبتيتاس برو سبرو and so forth. الصوت هذا يميز. وماي وانتي بدون إشكال. For example اللغة الصينية تقول والسيخوان شبو يديان زاي جي جي يديان، أريد أن أتكلم قريبا هذه اللغة. وداي مانتي نجي داو شاما واتي وشوا، هل تعرف ما أقول؟ مثلا نجي داو شما وشوا، شوف جي هذيك وتخففها، لأن كل ما هبطت عليها في التون تهود لهود الحرف الأ. في اللغة المجرية فول ظلوا يابان شك نيال، شوف شك ماشي شوك، شك نيال شك نيال تالون تال وتهون إيكيادون تون وحدي. تعلمت كثير من اللغات وحدي، شك كثير اللغات نيالفن تالون تام أتعلم وحدي وهكذا.
شوف التدريج هذاك تاع ذاك الحرف او عفوا هذا الصوت او مخفف، انا هذا لو كان يكون عندي الوقت نقوم ساقوم بكتابه هذا كتابه كتب عليه في حاله انك تدرك او تعرف مقاربات assimilation between those languages. If not, you'll never be capable even to manage whatever kind of a task that to scrape down those items of the phonological, okay, differentiations and so forth. Okay, في اللغة الروسية على أعتقد ما مش بكثرة لأنك مثلا تعرف تكتب نيجا فري تعزك منين منيك أوني فابروس لا يوجد إشكال فيها. نجد كثيرا ما يبين لك الخطأ، لأنك أنت عندما تنطق خطأ يجي من خلال هذا ذاك الصوت، أوكي، خاصة في النهاية الكلامية اللي فيها مثلا endure، أوكي، duration، اللي يكون فيها اليو، وهي في الأصل في لغات أخرى مثلا يول 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 يول، أوكي، يول فايتر، حقيقة جيدة أو واضحة، يول فايتر بالهولندية. فهنا تبين لك اوكي هذاك الصوت و الميزات المقترحة فيه. شتو تاك جي ماذا بعد شتو يا ماغاس كازات شتو يا ماغاس كازات قال لك لا بيبار دي جون كو مو دوموند مونج لو او بيان جو لي في اون برينسيب سي سا. كثير من الناس يسالون حول هذا الموضوع، لكن هذا ياتي بعد الممارسه والتعود والتحليل وما الى ذلك. اوكي الفيديوهات التي ستاتي ان شاء الله تقريبا تطبيقات لغويه، عندي برنامج خاص بشهر رمضان وبرنامج تعليم اللغات هنا في النعامه، ايضا ساتابع مع طلبتي الكبار الكبار فيما يخص تعليمهم اللغات. قد يكون لدينا مشوار إعلامي ولا أعرف، أوكي، بعد أشهر قريبة إن شاء الله في حالة الظروف to be so suitable and stable and well steady fast about these things and items. That's all. Okay. Take care about yourselves. Arrivederci, tutti le genti che vogliano mi dimostrare le cose in generale. Cerca le lingue, ok? Sopra le lingue. Ciao.